مشاهدينا الكرام، هناك العديد من الشعارات المتواجدة، والشوط الأول الشبح مشارك معنا محمد بن سالم بن أحمد بن داري الفلاحي. السلام عليكم، ورحب بك ويانا. والشبح والشوط الأول الله يسلمك، يا هلا ومرحبا. نعم إن شاء الله عند الله سبحانه. احنا كيف راح يكون في كذا شوط حاولنا، ونتمنى التوفيق الليلة إن شاء الله. الشوط الأقرب والله تحسه أن المطية جاهزة أكثر عن بقية المطايا اللي انتزع الشوط. تراني كلهم ركاب سبق والناس جاهزين، والتوفيق عند الله. ما اقدر اعطيك رقم اسم معين. الشبح مشارك عندك في الشوط الاول؟ نعم، مشاركين من اجل المشاركه احنا، والبكره سبوق، بس ما قد دخلناها في محك قوي، وان شاء الله نتمنى انها توفق الليله. بكره السبوق ولاجل المشاركه في ظل اسماء قويه، والشوط الاول يعني ما هل الهجن كلهم ما يذخرون بذخيره، خاصه في الشوط الاول؟ اكيد هذا الشعار يهدد، معودنا دائما على النواميس وعلى صحيح ان في اسماء قويه، لكن التاريخ بعد يثبت نفسه. اكيد فاحنا نحاول، والمحاوله مش على المهرجان هذا. نعم، المحاولات في المهرجان هذا، وان شاء الله المهرجانات الجايه بعد. تجهيز اكثر من ما انها انتزاع. جهز عيوننا بعد السباقات القادمة إن شاء الله. نحن نقول لكم فالكم الناموس في جميع مشاركاتكم الشوط الأول، والتخوف من أي شعار أو من أي مطية. والله كلهم بالمنانة عند سبق ومحمد زايد كذلك، والجماعة كلهم جاهزين، والأخوان بعد القطريين عندهم هجن سبق. التوفيق عند الله سبحانه وتعالى، نتمنى التوفيق للجميع. إحنا فالكم الناموس، صفق حق الفائز، عندنا روح رياضية لا يعلى عليها. هذا أكيد. نعم نعم، طول عمرك وفالكم الناموس ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك. اذا الشبه المشاهدين الكرام يدفع في هذا الشوط بالشبح كما نشاهد، في انتظار وصول بقيه ايضا الملاك معنا والمضمرين لشوطنا الاول. كما نشاهد الشوط الاول، هنا تحديات كبيره ما بين جميع الشعارات وجميع الاسماء معنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الله يسلمك طول عمرك. مشاركين ان شاء الله؟ نعم. اي شوط؟ شوط المحليات العمانيات، مكار والاعداء. باسم محمد السلطان بن قرنان. محمد السلطان بن قرنان. مراسيل ما نشوفها في الكشف عندنا رقم 6، الشوط الثالث. رقم 6 تغطية؟ لا مش تغطية، مراسيل. الشوط الثالث محليات. الشوط الثالث 6 مراسيل. نعم، رقم 6 مراسيل باسم محمد بن سلطان بن قران بن راشد المنصوري. اسم خطير. الحمد لله ارتبط بالرموز دائما. ان شاء الله نحن نحاول، وبكره زينه، ونتامل من الله خير ان شاء الله. نعم، في ظل هذه التحديات، الاسم الخطير الذي ممكن ان يكون يشكل خطوره على مراسيل. والله كل انسان مقدم بكره سبوق في هذا الشوط، ما حد يقدم مطيه عاديه، وكل ياخذ الحيطه من المجموعه الموجوده معهم مشاركين. ونحن الحمد لله نحن مشاركين، بكره لها ماضي طيب، ونحن نقول اللي بيسبق بالناموس لو سبق لا هذا توفيق من الله. سجل مراسيل، سجلها يطول عمر 5 سيارات في رصيدها. 5 سيارات، اذا خطيره في هذا الشوط، ممكن تكون مرشحه بشكل كبير. الله كريم، نتمنى هذا الشيء. نتمنى لكم التوفيق. وياك ان شاء الله. مشكور. فالكم الناموس. مشكورين، جزاكم الله خير. مالك. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام معنا مصبح الغيلاني، السلام عليكم. نعم مرحبا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يعافيك الحمد لله. اي شوط مشارك؟ الشوط الثالث مراسيل. مراسيل. مراسيل سجلها حافل. نعم مراسيل سجلها حافل، اغنيه عن التعريف، عندها في رصيدها 5 سيارات. نعم. العام والسنه مشاركاتها قليل، مشاركه نابها في ريسات فرعيه. نعم. وان شاء الله بتكون مستعده من اليوم وغادي، بأمر الله أنها تكون مستعدة للرموز. عادة مراسيل تدفع ولا في وسط المدينة؟ لا، مراسيل عادة مركاها تركض في نص الحلال. نعم. في الكيلو الأخير تدخل في الحلال. نعم. مشاركة قوية، تخوف من أي شعار؟ رب العالمين. تخوف من أي شعار؟ والله الأشعارات كلها. المضمر لازم من يشوف الشعارات يبدأ نوعا ما. أيوة شوية اختفاف، لكن الشعارات اللي في الشوط كلها تخوف طال عمرك. أكيد. كلها إنجازات. أكيد. سمعتني؟ فالنصيب عند رب العالمين. نعم. الإنسان يعد العدة ورزقه على رب العالمين، لا يتخوف من شعار ولا من حد.
الخوف من الله. نتمنى لك التوفيق لنا ولك ان شاء الله. ومشكورين جزاكم الله خير وشكرا على التغطيه لدبي ريسنج وجزاك الله خير انت بالذات. هذا واجبنا. سمحونا. اذا مشاهدينا الكرام كما نشاهد هنا ايضا التحديات مستمره والجميع حاضر في هذه اللحظات. نتابع وصول سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر الشقيقة. هنا وصول سعادة الشيخ. رحبك يا ابو راشد عبر قناه دبي ريسنج. اليوم حدود بتعبر الحدود مع الشلفه الفضيه لدوله الامارات. والله نتمنى يا عصام بكر الشقوق قطع عمرك وماخذ تسيره حمد ابو راشد وماخذ السياره هي افضل الاذاعه اللي عندنا. نعم. كيف راح يكون سيناريو الشوط؟ والله شوف البكره تقوم في الخمس لوايب والبكره دائما عندها مخزون. فنحن ما تقدر تحكم لين نشوف الشوط شو يمكن يدفع يمكن ياخر. في نص الشوط تقدر بعدين تحط الخطه. الكيلو الاخير هل ستكون هناك انطلاقه؟ والله نتمنى الكيلو الاخير هو اهم كيلو. سالناك عن امنياتك قبل انطلاق الشلفه، بالتاكيد بتقول ابغى المركز الاول لكن امنيات نبغي الشلفه تعبر الحدود ان شاء الله. ان شاء الله فعلا نريد ان تعبر الحدود هذه الشلفه الفضيه في هذا اليوم. دعونا نذهب ايضا لاحد الشعارات المميزه خاصه في الشوط الاول. الشوط الاول مع هذه التحديات هنا نشاهد شعار شعار الضابط. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. شوفك تنتظر الانطلاق. والله ان شاء الله عندنا وعندك خير ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. خبرنا عن مشاركتك في الشوط الاول. ان شاء الله الضابط في الشوط الاول ان شاء الله تعالى. كيف نتوقع بأدائه في هذا اليوم والسيناريو اللي بتتبعه مع الضابط؟ الله بالتوفيق ان شاء الله. هذا اللي احنا نقدر نقوله ان شاء الله. وان شاء الله انكم تنومسونا وننومس لكم لنا ولاخواننا ان شاء الله. تتنومس وانت راعي الاوليه ودائما ما نشوفك متنومس وراعي خير. الله يجزاك خير ويطول اعماركم. مشكورين على المقابله. نعم. احنا ما نبغى نضغط عليك قبل انطلاق التشت ولكن نبغى نعرف السيناريو كيف راح الضبيره. السيناريو ان شاء الله بتشوفونه الحين ما عاد الا ثواني. شفناه خلاص ما نحتاج. الحمد لله ان شاء الله انه يجي خير ان شاء الله. توقع من الله سبحانه. الله يوفقكم. الله يسلمك. الناموس هذا للجميع المشاركه والتواجد. صحيح نعم. هذا كلام طيب. تواجد الناس هنا على ميدان قطر هو اكبر مشاركه لهم ولنا. أكيد. نعم الله يسلمك. غير يوم تتوج هذه المشاركه بناموس. كل واحد يتمنى الشيء هذا. وبشلفه فضيه. كل واحد يتمنى الشيء هذا. مهرجان مؤسس. ان شاء الله تعالى ان شاء الله. فالك الناموس يا طويل العمر. فالك الناموس. اذا مشاهدينا الكرام كما شاهدنا فعلا الجميع مستعد، الجميع تهيأ لانطلاقه هذا اليوم وهذا الشوط، هل سنرى شوط مميز؟ هل سنرى انطلاقات مميزة؟ ورموز الإذاع لمن ستكون في هذا اليوم؟ رموز الإذاع معنا والانطلاقة بعد قليل. إذا انطلق الشوط مشاهدين الكرام كما نشاهد في هذه اللحظات وأول رموز الإذاع والشوط الأول الإبكار المفتوح لمن سيذهب في هذا اليوم؟ هل للشعارات الإماراتية أم للشعارات القطرية؟ سويا إلى أول الأشواط.